مع نورز. في توب فايف اكتو باش نحكيو على التحيل اي ما يوفيش في تونس. كل مره نسمعو غريبه، لكن المره هذه شخص قاعد يلم في الفلوس في الملايين في التبرعات باسم شخص معروف. يقول القائل كيفاش معناتها عطاه ثقته وكل دونك كان يقدم في روحه على اساس هو فوالا انه من طرفه ومن غيره كذا، والحمد لله انه الشخص هذا تم القبض عليه. شكون الشخص المعروف هذا اللي كان ضحيه والحمد لله انه تم القبض عليه؟ باش نعرفوا اكثر تفاصيل. وظهر في الدنيا يكبش ويشد صحيح كيما في الكوره. رياض البوزيزي معنا بالتليفون، شد صحيح لين الشخص تشد بطبيعه. رياض عسلمه. مرحبا نوفي العسلامة، نسلم على الناس كله وعلى جميع مستمعي ديوان فام. مرحبا بك صديقي. دونك الحمد لله أي. الحمد لله. تم القبض عليه، احكي لي الحكايه من الاول وكيفاش سمعت بها انت؟ والله ولات تجيني تليفونات ما نعرفهمش، انا في العاده ما نهزش على التليفون ما نعرفوش. كي ما نهزش ساعات يكلمني صاحبي يقول لي راه فما واحد صاحبي باش يكلمك. علاش يكلم في؟ يقول لي راهو فما شكون اتصل بيه وكذا وكذا. هاي مثال خلي يكلمني. الو سيري. هذا الو. اول حاجه يبعث من الصوت مش هو نفس الصوت، مش يتاكد لان مش انا اللي كلمته ديجا، حتى من العباد مساكن ولا تشكي فهمني. راهو فما شكون كلمني؟ قال لي انا رياض بازيزي، راه عندي امراه. مرة الاولى كانت امراه دارها تاحت وباش يعاودوا نبنوا لها دار، وبعد ولت امراه باش تعمل عمليه على الكبده، والعمليه تتكلف 15.5 مليون ولا 18.5 مليون. ورانا سوا دبرنا 14-15 يعني ديما يخلي كذا لي مونطون تاع 3-4 يعني مش 500,000 ولا 300,000 ولا 100 يعني ياخذ في الملايين الانسان يطلب في الملايين. اي نقول له خويا راني ما نعرفش البريود اللي خدمت معكم في تلفزيون تي في. يقول لي امين يا رياض راهو السيد هذا راهو خلاها الدنيا يعني المعلومات عنده. بعث لي حتى الفيديو امين الشرميتي، قال لي راهو السيد مثلا او فين كذا كذا. وليت مشيت للسوسة، مشيت عملت قدمت عريضة عند كيب الجمهورية، قالوا لي لازمك تعمل كذا خاطر يعني لازمك تثبت انت اول حاجة مش انت، لازمك تشكي بالسيدة هذايا بالصيغة القانونية الصحيحة. ومشيت عملت بحث قبل ما نمشي للكوت ديفوار بنهار. وبطبيعة السيدة هذايا يعني كل يوم يجوني تليفونات، اللي يوصل كلمني ديجا هو منع منه ما عطاهاش كذا، واللي ما كلمنيش ما نعرفش فما اللي عطاها. فما واحد برك كلمني في نظام مليح هذا نتاع الفيل رياض فالم وقتها، عطاها فلوس قال لي مش مشكل، من المهم اني عرفت اللي ماكش انت وكذا وكذا. حسيت بقيت نتبع في يعني في الاخبار، كل ما يكلمني واحد يوجعني الحق نتاع ربي، يقول لي راه كلمني ولكن اسمع بشرط حي باسمي انا. واللي يغيظني اكثر اللي هو ولا يخلي العباد ما عادش تحن على بعضها ولا ما عادش تعاون. يبدا واحد مستحق بالحق يولي يخاف يعني معناتها بالله. قداش عطى مدير قداش عطاه وقداش المبالغ؟ عطاه 500 فما ماهوش مونتونات كبار لما حل. فما اللي عطاه مونتونات كبار، فما اللي كلموني دي بي دي جي من عرش نتاع اسيرونس شركات كبار. والله لا نعرفهم انا لعبت في سوسه، فما عباد ما نعرفهم الصايغيه راهو من بنزرت للقروان للساقس. اخر مره كلمني زبير باي كلمني كنا على 10 اصحاب كلموه. انا متاكد مش هو تو كان يكلم فيا زبير يقول لي راهو الحمد لله اللي انت ارتحت مع الكابوس. وانا راني ما حبيتش نتكلم في الاعلام، كنت نجم نهبط ستاتي في الفيسبوك، كنت نجم نتكلم في الاعلام ونقول هاك وهاك ورد بالكم راهو متحايل ينتحل في شخصيتي. لكن انا صبرت تو سامبلومون نحبه يتشد، نحب المتحايل هذا يخلص. كل متحايل يجي نهار مهما يكون يعني قمه في الذكاء، خاطر برشا عملنا له برشا كمائن ومنعمله. واليوم احكي لنا كيفاش سبحانه وتعالى يعني تم القبض عليه وكيفاش احكي لنا. اي عندي شخص كلمني عنده 3 ايام تالي، قال لي راه فما شكون كلمني بالطبيعه انا ما نعرفش النمره زيد مرحبا لاباس نحوالك. قال لي يا خويا رياض راه فما واحد كلمني كذا كذا، عطاها برامو مش حاجه كبيره، عطاها 200,000 شكرا. وطمه قال له اسمع لي، كي كلمني هو رجع له قال له اسمع عاود ارجع لي اكلم لك عند جيرانك. اسمع وكيفاش يعطيه؟ يمشي له يقول له انا من طرف رياض كي يشوفه فاس فاس ولا يبعث له؟ لا يبعث له شخص يقول له واش نبعث لك شكون هذا معايا تبعني اعطيه هاك المونتون وبارك الله فيك وكذا وكذا. وعاود نسق معاه قال له هو باش ناخذ لك مع صحابي اليوم كلمه على اساس رياض البوزيزي. عاود كلمه بالطبيعه هو يعرف صوتي، هو ولد بلادي هو
يعني من شير تماطر، فهمت كيف؟ عم عامل مشروع في سوسة، ينسق نتكلم معايا اليوم معاه، تكلموا رياض البوعزيزي المزيف، قال له انا راني جاي بعد غدوه يمكن سوسه، اما واش نبعث لك بالله عندي صاحبي، واش نبعث لك شيخ وما عندك الامانه، فهمت كيف؟ بتبيع اللي خذاه قبل، جاء نسخت انا مع الامن والحمد لله، يعني كانوا يعني اليوم ملف كي يعني كي نعملوا كمين برشا مرات عملنا يحس، ولا الى درجه وليت نشق الحق نتاع ربي اللي فما شكون يعطي فيه في المعلومه، خاطر الكمين يبدا محكم يقول له ايجا باش نعطيك ومن بعد ما يجيش. معناها رياض اليوم تشد الوسيط، يكلم بنمر التاكسي عرفت، يقول له اليوم تشد الوسيط ولا شخص بيدو؟ الوسيط شد وهزكم للسيد المعني بالامر، ولا المعني بالامر بيدو؟ اوه بيدو المعني بالامر. المره ذي جا بيدو، اي هو جاء في تاكسي اليوم، خلط قدام المحل اللي باش يدخل له، خذ التليفون من عند التاكسي، قال له بالله يا حاج تليفوني بلعبش نعمل تليفون، مشي تلف يتكلم ديما عمل حتى قبل مع سي رضوان لا يا حاجه، وبعد شد التاكسي قال له انا ما نعرفوش راه طلب تليفوني، فهمتني، وراني شيعته قدام حانة يعني ياخذ الفلوس ديريكت للبار يعني. ما شاء الله حلال حلال يعني، ما تصبروش في حرام ماشي في الحرام. اليوم اخذ نمره التاكسي اخي الامن اذا كان منتشر، مشى واحد من الامن قال له مفاضي بابا كذا، قال له لا راني نستنى في شكون، حاسين عرفوا منه اللي هو خاطي الراجل يعني، خاطر هو يستعمل حتى ثاني نجم يورط حتى التاكسي يعني، فهمتني طبعا. المهم في الاخر شدوه والحمد لله، بتبيع باش يجبد شكون معاه، خاطر ما حتى نساء يعني مرت البوعزيزي بتبيع يعني استغلت عصا يبعث يقول له تبعث لك المدام، ويعني مش 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 سهل يعني، فهمت كيف؟ يعني نقول لك انا عندي 8 شهور والحاكم يعني تبع فيه، ومارك يحل التليفون في تعفيف على اللوكاليزاسيون ويسكر، ناخذ تليفون دي بيس مثلا تاع الناس موتا محترف كبار بتبيع محترف. واجهته رياض ولا التو؟ تواجهت انت وياه رياض ولا التو؟ لا لا ما تواجهتش انا، احنا ديجا عاتاهم الفيديو من قبل ولا تصويرته وكذا، ما واجهتوش يفتادوا فيه، خطر ماهوش سهل يعني. يعني هذا انسان متحايل بروفيسور. الحمد لله نعاود نذكر معنا في المباشر رياض البوعزيزي، القبض على المتحايل باسمه اللي تحايل على برشا ناس باسم رياض البوعزيزي في الاف الدنانير. اي تفضل. نوف الناس اللي تم التحايل عليهم لكونهم يتصلوا بالمنطقه في سوسه المدينه، لانه هو قال باش نرجع للناس فلوسها، مستعد نرجع لهم فلوسهم، خاطر راهو ماخذ مبالغ ويلم في فلوس ابارمو عندهم دار ويلموا ويعملوا يعني. ما نتوجه للناس اللي وصلت عطات فلوس، راهو مستعد راهو ينجم يرجع لهم، وينجم زاد الشكايه نتاعهم تفيدنا باش الانسان هذا ياخذ اقصى عقوبه. هذه مهمه جدا يعني، خاطر اول حاجه يستردوا حقهم منه على الاقل، فهمتني، وثاني حاجه كان يحبوا بعد يصدقوا بها الناس تصلح، ولا الناس مثلا تستحق يمكن يربحوا بها اجر. المهم خاطر واحد كي تعدى ويتحايل عليك راه تغيبك، راه يعني ماهيش سهله، فهمت؟ اي صحيح، يعطيك الصحه انت اللي شديت صحيح ومشيت وعملت البروسيدور رياض، يعطيك الصحة. نخلي لك في الاخر قبل ما نسألك سؤال بونيس، في الاخر كلمة وشكر للناس اللي عاونوك ولا غير، ولا معناتها باش تخدم بها الحكاية هذه، القبض على المتحايل باسم رياض البوعزيزي. أكيد باش نشكر السلطات الأمنية، أنا كلمت حتى هنا من مدير إقليم تونس نبيل الشطي، نشكره جزيل الشكر، اللي هو زاد يعني كان معايا أول بأول وعاونني باش، ومشيت اتصلت بالسيد سالم خوجة زاد رئيس إقليم سوسة ورئيس الفرقة، اللي هو اليوم يعني كان استجاب في 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 وقت قياسي، خاطر هو الوقت ظرفي، هو شيء يعني 10 دقائق وما فيش دقيقة يلزمهم يكونوا منتشرين، لازم يكونوا حاضرين، وهو انسان يراقب في الكاميرات ويمشي يعني انسان يعني كيفاش نقولوا يعني ديما ياخو حذره بروفيسيونيل، هو ياخو حذره بكل الظروف. انا بالله فما حاجة خاطئة الوحدة ذي، انا نحب ان نتمنى الشفاء العاجل للاعب ملعب الافريقي لمازن بورقيبه غايف مصيب امس مهالي، عمل عمليه جراحيه دقيقه على مستوى الراس، صار له كسر في الجمجمه في ماتش وفي ماتش البارح، ويعني بالحق 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 ربي يشفيه، نتمنى له الشفاء ومرجوعين عليه ومنازليه كل يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لطف عليه العاجل،
هذه فرصه باش ندعو له باش ربي يقوموا لاباس في اقرب وقت ان شاء الله. يا ربي لاباس لاعب منزل بوركيبه غايث دونك لطف عليه اللي تضرب البارح. رياض سؤال بونوس، شنو رايك في انتخابات المكتب الجامعي واسقاط القائمات وكذا؟ اما صعب هي ولا اللي يتحايل باسمك؟ فما ربي ونحن صبرنا على المتحايل باش نصبروا مش برشا برشا، واكيد ربي باش ينصفنا في اقرب الاجيال فتسمع ان شاء الله. عندنا ثقه في ربنا. واضح اللي صاير شنو هو؟ شكون قاعد يحارب؟ اللي صاير خويا متقوين علينا، ونحن قلنا السلطه تبعد على الرياضه يا اخي، السلطه مطرح على الرياضه تدخل من السلطة باش ما نتعداوش، اللي نحن مستوفين الشروط نتاعنا، الأوراق المطلوبة للقائمة ورئيس القائمة باش يتعدى عنده كل شيء جاهز، ما قبلوش. فما رب ننتظروا هذا تدخل عاجل فهمتني من السلطة العليا. وشنو باش يصير تو رياض؟ معناها شنو ينجم يصير؟ انتظروا شنو لحظة قلت لحظة رياض قلت انتظروا تدخل عاجل من السلطة العليا، معناتها أنتم تحركتوا شكيتوا شنو عملتوا؟ احنا عملنا بالطبيعة عملنا الاستئناف، ومحامين فما محامين تو وكثرة عمره ما صارت يعني الحاجات هذه، لأن يعني تحطت ورقة في الملف اللي هي يعني سري مطلق وما يعرفوا ليش منين جات، يعني هبطت من السماء طلعت من الوطا مش عارفين. البيتروا اخذ يعني البيتروا يقول لي فما وزاره السياده اللي وزاره الداخليه ما تعطيش بيتروا غالطه، البيتروا غالطه وما تعطيش البيتروا مهما كان الشخص كي يبدا يستاهلهاش. عودنا زاد طلع بيتروا اخرى سعوديه حاطين لعدم التاكد، ان شاء الله يتاكدوا كي يشوفوا البيتروا الثانيه، وتتعدى القائمتين الظلم مش حتى القائمة نحن، خاطر الظلم هذا لم يسلط كان على قائمة زياد التمساني، مسلط علينا والظلم زاد على قائمة جلال القايم. على كل نحن الظلم معناها رياض جوست هما كما نقولوا احنا بلغتنا العامية تمهتيل تضيع وقت، يعني جوست باش حتى اللي ينتوف الأجيال باش تتحط امام الامر الواقع اللي هو نهار 20 تولي لجنه وتولي فما هيئه تسييريه محطوطه من فوق. ما المشكله مش سهل الحاجه هذه راهي، الفيفا كان تهبط ولا تبدا ولا. من ادرانا اللي ما بعثتش شكون، ومن ادرانا اللي هي كان تسمع تعاقبنا عقاب شديد، تعاقب الكره التونسيه وهيئه تسييريه باش تتحط من طرف الفيفا قبل ما تحط لك الهيئه راهي باش تعاقبك، لان يعني انتخابات هي كانت واضحه وصريحه اللي كان فما حتى قائمه تطعن في قائمه. خطر طعنت في زوج قائمات، يعني هذه ديجا مخالف القانون اللي بطل. مانيش ما نجمش نفسرها كيف الاساس، لكن على الاقل ولينا مش مشكله. ما علاش ساعات نحكيو خاطر شنية اكن نهار قرينا شنو الاوراق اللازمه، شنو في تونس ما نعرفوش نحضروا ثلاث اوراق، معناتها وليت مهز الحكايه ثلاث اربع مرات يطيحوا قوايم. ما نظنش كان احنا اللي باش يترشحوا ايا كان اسميهم عندهم قله كفاءه انه ما ينجمش يحضر بيترو او شهاده ولا 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 زوج شهيد، معناتها وليت مهزله نوعا ما. يعني ما كل قائمه فيها برشا المحامين ملمين بالقوانين، وما شاء الله عندنا كفاءات، يعني ما نصورش نحن دوسي ما نجموش نحضروا دوسي في قائمه نتاع مترشحين مستوفين كل الشروط. ان شاء الله التاخير ولا البراتفير اللي عملوها ولا التقويه والا الشيء اللي صار اللي هو ما يشرفش تونس وما يليقش بينا، وماذا بينا نتجاوزوه في اقرب وقت، لان كورتنا في حاجه لبرشا خدمه. معناتها فما حاجتين انت قلتهم باش نلخصهم في الاخر، ان شاء الله هذا ما يضرناش معناتها من الفيفا، وقريبا باش يصير روبونديسمون باش تسمعوا حاجه جديده. هذا شنو قلت لنا؟ نورمالمون ما كرهاش السلطه تتدخل في الرياضه. واضح. يعطيك الصحة رياض بوعزيزي، شكرا لك، ربي يفضلك ويعطيك الصحة. رياض بوعزيزي حكي لنا بما انه هو يساند في قائمة زياد التمساني وحتى جلال دقايق قال ما يستحقوش يخرجوا والسلطة ما كرهاش تتدخل في الرياضة. شكرا لك رياض بوعزيزي، نورتنا، ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله
ربي يسترنا وان شاء الله ربي معانا وان شاء الله يا بلال. معناتها رياض بوضوح حكي معناتها الناس كل تعرف الشيء ذا اما باهي كي يقول واحد باهي كي يقول واحد معني بالامر باش ما توليش العباد الاخرى مستهدف الناس كي يقول واحد خاطر تولي انت تصفي في حساباتك ولكن الناس كل تعرف نوفل وتونس كامله تعرف ونشوف مكبر ونقول احنا هو كيما قال رياض نداء للسلطه راهو صايره فوضى في الكره تدخلوا ارجوكم معناتها كيما الدبوات وكيما الترينوات وكيما المتروات وكيما الزيجوات وكيما اي خور معناتها لقيتوه كيما اي خور لقيتوه وفضحتوا الدنيا هذا فما خور معناتها فازت المنشطات والفازة هذه معناتها فما خور فما فوضى فما تسيب فما انحلال فما لسي الي معناتها فما راو حد ما خليه معناتها رياض بعزيز راو قال كلمه خطيره وقاعده الدور حتى المصاروه فاش قاعدين يعملوا يا بلال قال لك ما نحبوش نلعبوا ماتش الروتور بتاع المصاروه قال لك ما نلعبوش في لان تعتبر دوره دوليه الشامبيونز ليغ ما نلعبوهش في تونس صحيح صديقي تخيل الفيفا تعمل هكا وتنحي جمعيه ولا تنحي ردوا بالكم راكم تلعبوا بالنار واين الدوله واين السلطه المسؤوله في هذه الفوضى التي تحدث في تونس ما هو هذا هو نوفل كي نسيبه نحن كي نبدأ أنا وسوفيان فهمني عندنا مشاكل شخصية نحرق الدنيا الكل ونتحرق الأخضر واليابس واضح المهم أنا نرقد في الليل غلبت سوفيان ولا سوفيان يرقد في الليل غلبني غلبني واضح واضح للأسف للأسف لابد لابد من تدخل أي ليه ما عجبتني عن ثم كلمة ما تعديت مرة حتى جلال تقيم حتى معنى حكي على قيمته هو قيم حتى جلال تقيم كما قال بليل تي أربع ورقات شنية حيث نكل نحضر في المطالب أربع ورقات ذيك الروح الرياضية ذيك الروح وي سوفيان أنا اللي مدوخني اللي مدوخني معناته تشوف الرأي العام الكل من صولة من عباد من رؤساء جمعيات من حبيبات من القريبات وبكلها مش راضية بوضعية الكرة وبكلها اللي راضين تخدم ضد انها تتصحص اللي راضين متخبين ومش قاعدين يحكيوا واضح من غير ما نذكروا اكثر اللي راضين به ما ترانا حكينا بعد نمشيو فاصل بسرعة ثم نعود هذه ديما لبس صباح الخير تونس ابدا صباحك برشا بوزيتيف فايبس